كابتن ممدوح، هبتدي مع حضرتك. طبعا حضرتك منورنا دائما ابدا، ونستمتع بتحليلاتك الفنيه. وكابتن احمد زكريا هنستمتع النهارده ان شاء الله، ونتمنى الجمهور يستمتع معانا ان شاء الله بوجبه من الكره الطائره دسمه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، النهارده المباراه مهمه لكلا الفريقين. النادي الاهلي ما فيش اي حسابات غير الفوز، نادي الاتحاد عايز يحسن جدوله طبعا او ترتيبه في الجدول. رايك ايه في المباراه النهارده فنيه يا كابتن؟ هو بصراحه الماتش النهارده مهم جدا، لان في النهائيات الدوري اللي هو هيحسم من مراكز من 1 لحد 6، النادي الاتحاد فاضل له 4 ماتشات، والاربع ماتشات اصعب من بعض. فاضل له النادي الاهلي النهارده، فاضل له ماتش الزمالك، فاضل له نادي الجيش، فاضل له نادي بتروجيت اللي هيحدد بناء عليه مركز 5 و6. فهو بيعتبر النهارده نادي الاتحاد داخل الماتش وعينه على الفرق الاخرى ونتائجها، عشان يشوف هو هياخد ترتيب الكام، هل الخامس، هل الثالث، هل بيطمع من بدايه الموسم ان هو الاستاذ محمد مصلحي وعدهم ان هو عايز يوفر لهم الامكانيات، وعدهم من السنه الجايه باتنين محترفين عشان يخشوا ياخدوا ميداليه. فالنهارده كابتن احمد سمير على وعد ان هو عايز وطمعان ان هو يخش المربع، فجاي طمعان. فالنادي الاهلي ان شاء الله ما يدروش الفرصه، وان شاء الله نكسب المباراه، وتكون نتيجه بالنسبه لنا بعد فتره التوقف للاجراءات الاحترازيه، وبقى لنا فتره ما بنلعبش. فالنادي الاهلي داخل برضه وعينه على ماتش الزمالك وعلى بطوله الدوري عشان يحسم، فمش هيدي فرصه لاي فرقه ان هي تخش معاه في الماتش. صحيح.